ولن تخرج القوات الامريكيه عزيزي، والحاكمون تاكد والحاكمون، ولذلك شوف تاكيد لويد اوستن يقول قواتنا باقيه بطلب من الحكومه العراقيه. لاحظ النقطه هذه، شعبنا خلي يعرفها. انا كوطني معارض لهذا النظام واطالب باسقاط شكل الميليشياوي وتعزيز دور الديمقراطي، اعتقد انه الولايات المتحده الامريكيه اذا تريد ان تغادر ان تاخذ معها هذه يعني هذه الطبقه السياسيه التي دمرت العراق، او ان تنهي وجودها من خلال اطلاق العنان للوطنيين العراقيين بان يمارسوا حقهم في اداره شؤون بلادهم. غير ذلك لا يمكن للقوات الامريكيه ان ترحل كما فعلت في افغانستان وان اعاد الطالبان. نعم يجب ان تشجع القوى الوطنيه الحقيقه على اداره شؤون البلاد ومحاكمه هؤلاء القتله والسراق. اما الان الامريكان في ظل الازمه العالميه والصراع والحرب في روسيا واوكرانيا وقرب مهاجمه ايران على ملفها النووي، ايران تعتقد انه بقاء هؤلاء الاطاريين بهذا الشكل المنبطح يخدم مصالحها، انا اقول لك الان. لكن عندما تنتهي الحقيقه، تنتهي هذه العمليه، سوف يرمى بهم كما رمي من قبلهم من العملاء.